يوم انطفاء النار في الفرنين وإخراج البلاط. في صبيحة هذا اليوم جين ميتوان خرج من بيته واتجه إلى الفرنين القديمين في الضباب. الناس قد انتقلوا من القرية التي يعيش فيها جين، ولا يوجد في هذه الأنقاض التي تنتظر الترميم أي شيء إلا فرنين ومدخنتين. ومع مرور الوقت أوشك فرن جين ميتوان على الانهيار، إلا أن النار أشعلت في هذا الفرن المهدم خلال قرون دون انقطاع، وأنتج بلاطا ثمينا كالذهب. قبل 5 قرون هذا البلاط استخدمته العائلة المالكة، وكانت القصور المترفة ترصف به، وعائلة جين في سوتشو أنتجت هذا البلاط. الآن الفرن عابق بالغبار وخانق للغاية، وال1,100 بلاطة التي أنتجها جين تيون مي للمقابر 13 جاهزة اليوم. ومع أن العمال يخفضون درجة حرارة البلاط بتبريده بالماء، إلا أن البلاط لا يزال ساخنا. البلاط الساخن والثقيل ينقل على أيدي العمال. إن هذا البلاط أنيق ولونه أسود لامع، وما يجعله يتفوق على البلاط الآخر صوت الرنين المنبعث منه بعد الدق عليه، وكأن هذا الصوت نابع من الحجارة الكريمة، ولهذا أطلق عليه البلاط الذهبي. هذان الفرنان متنافران مع البيئة المحيطة بهما، إلا أنهما في اعتقاد عائلة جين حافلان بالمجد. فقبل 500 سنة البلاط الذي نقل من هذين الفرنين كان من المواد المفضلة عند الإمبراطور لتشييد قصر أسرة مين، حتى إن الإمبراطور يونغل أطلق عليهما الفرنين الإمبراطوريين. في سوتشو نالت القرية التي تناسلت فيها عائلة جين اسم يوياو، أي قرية الفرن الإمبراطوري، ولكن من أجل تلبية حاجة زحف المدينة اختفت القرية، وشيدت المباني السكنية على هذه الأرض. وهنا شارع تجاري تحت المباني، ووفقا لهذه الظروف ليس هناك خيار عند جين ميتوان إلا أن ينقل مصنع بلاطه إلى بلدة بيتشاو التي تبعد عن قريته عشرات الكيلومترات. وبالرغم من أن المصنع الجديد جيد، إلا أن جين ميتوان يعتقد أنه ينقصه بصمة الأسلاف، ولذلك يعرض جين بعض البلاط الكبير الموروث في مكان بارز داخل قاعة العرض. نقش اسم عصري الإمبراطورين من أسرة تشين على حواف البلاط، وإضافة إلى هذا هناك ختم آخر أيضا. إن هذا البلاط جيد، فقد حافظ على التي تعد أكبر مصدر للفخر عند عائلة جين. وبحسب السجلات التاريخية في مطلع عهد أسرة تشينغ قرر الإمبراطور كانشي ترميم المدينة المحرمة من جديد، حيث رصفت الأرضية في قاعة تايخو بالبلاط الذهبي. في قاعة تايخو 4718 بلاطة، وعلى الرغم من انقضاء 3 قرون إلا أن البلاط لا يزال مشرقا وجديدا. شارك جين تومينغ سلف جين ميتيان في ذلك الترميم، وصنع البلاط لقاعة تايخو. بحسب سجلات شجرة عائلة جين، إن جين زومين بدأ صناعة البلاط في 14 من عمره، وذاع صيته أثناء ترميم المدينة المحرمة في منتصف عهد أسرة تشينغ، معتمدا في ذلك على البلاط. وأصبحت عائلة جين عشيرة مهمة في سوتشو، كان عندها 41 فرنا، وهذا الرقم حطم الأرقام القياسية في ذلك العصر. عادة ما يتجول جين ميتشوان في مصنع البلاط القديم، بينما المباني تشيد على هذه الأرض دون انقطاع. إن الأدلة على السمعة الطيبة لأسلاف عائلة جين تختفي من القرية شيئا فشيئا، إضافة إلى الفرن القديم، ولا شيء موجود بجانبه غير هذا الجسر الحجري. وفقا لكلام جين تشاوون أبو جين ميتشوان، كان هناك مرفأ تجاري مزدحم، وكان البلاط يشحن من هذا المكان وينقل إلى بكين عبر القناة. إن تاريخ عائلة جين أقدم من هذا الجسر الحجري، وقبل 1000 سنة كان أسلاف جين ميتشوان يتمشون جانب هذا النهر القديم ويأتون إلى هذه القرية، وبعد إقامتهم هنا نقلوا حرفة صناعة البلاط من جيل إلى آخر. يقال إن ثمن البلاطة كان يساوي ثمن 60 كيلوغراما من الأرز، لذا كانت عائلة جين من أغلى العائلات في هذا الإقليم. إن التاريخ المجيد الذي سردته عائلة جين نقل من جيل إلى آخر. بعد 1000 سنة ونقل مصنع جين ميتشوان من قرية يوياو في ظروف مختلفة، وتطلعا إلى البعيد يبدو أن كل شيء تغير إلا حرفة صناعة البلاط الموروثة من جيل إلى آخر. باعتبار أن البلاط الإمبراطوري يتميز بطريقة إنتاجه ومواده الخام المكونة من الطين الأصفر الفريد في قرية يوياو، فإن هذا النوع من الطين لاصق وقوي ودقيق. إنتاج البلاط الذهبي يحتاج إلى 24 خطوة، وهي اختبار لتقنية الحرفيين وتجاربهم وصبرهم الهائل. قبل صناعة البلاط عائلة جين تترك الطين في الخارج متعمدة من أجل شطب طبيعة الطين. بعد ذلك تغمره في الماء وتراكم الطين من أجل إخراج قطعة الطين والحجر منها. ومن الضروري أن يقطع الطين بأداة خاصة تقطيعا دقيقا، ثم يداس عليه مرارا وتكرارا. هذا الإجراء يخرج الفقاعات من الطين ويزيد من التصاقه.这个既要结实又要踩透，不踩透啊，里边有气孔，不能有气孔，要保证它没有气孔。练你的要求，我们呢要反复把它练透。什么叫练透呢？就是要练到里边没有泥块。عندما كان جين ميتشوان يتعلم صناعة البلاط من أبيه، بدأ من دوس الطين. وفي عام 1963 تعلم الشاب جين ميتشوان هذه الحرفة من والده، وهذا ما جعله يصبح وريث الحرفة من الجيل الخامس في العائلة. في تلك الحقبة قلع البلاط عن عرشه، ومع انهيار أسرة تشينغ اختفى مشترو البلاط الذهبي عن مسرح التاريخ، كما تلاشى صخب قرية يوياو واختفت الأفران أيضا، ومنذ ذلك الحين ركدت تجارة عائلة تين. في عام 1965 حدث منعطف. بعض المعدات في جنوب نهر اليانسي كانت بحاجة إلى ترميم، حيث إن أبا جين ميتشوان جمع عمالا وفتح مصنعا صغيرا لصناعة البلاط الذهبي، وتعلم جين ميتشوان الحرفة من أبيه في المصنع القديم. بعد تجهيز الطين يدخل إلى الخطوة الثانية، أي وضع الطين في قالب، وبعد أن يوضع الطين في القالب العاملان يدوسانه مرات حتى يكثفانه، ثم يمهدانه باستخدام أداة. بعد وضع الطين في القوالب يتركه جين ميتشوان داخل الحجرة ويجففه 7 أشهر، وهذه هي إجراءات إنتاج البلاط الثابت والقديم عند عائلة جين. في الواقع كثير من مصانع القرميد الحديثة قرب سوتشو تستعمل تقنية التجفيف الحديثة بدلا من الطريقة القديمة. هذه التقنية المعاصرة تقصر مدة الإنتاج إلى الخمس، حيث تخفض تكلفة الإنتاج وترفع الإنتاجية، لكنها لا تلقى قبولا عند جين ميتشوان. صقل التاريخ هو السر الذي يحول البلاط الذهبي الثمين من طين أصفر عادي. الحرفة الفريدة التي انتقلت في عائلة جين من جيل لآخر، حرفة كاملة في رأي جين ميتشوان. وفي ذكرياته إن فرن عائلته القديم لم ينتج بلاطا ذا جودة منخفضة أبدا. ربما يكون هذا الصوت أجمل موسيقى في حياة جين ميتشوان. لكن من أجل الحفاظ على هذا الرنين ضحت عائلته كثيرا. في ذكريات جين ميتشوان إن مصنع عائلتهم واجه صعوبات متعددة في زمن أبيه، 市场的需求不大，用的人少，我们做出来没用，消不掉。像我的夫人啊，夫人那个时候有明白教师，她年轻的时候是25块钱一个月，一年300块。我父亲一年的工资还不及我老婆呢。 عندما كان أبو جين ميتوان مديراً للفرنين، كانت الصين تواكب مسيرة الإصلاح والانفتاح منذ عقود، جذبها العالم الغربي والثقافة الغربية، ومن ثم بدلاً من شراء البلاط الذهبي، معظم الزبائن اختاروا البلاط الملون والأجمل للديكور. والأكثر صعوبة من هذا أن أبا جين ميتشوان التزم بطريقة الإنتاج القديمة، ما طول مدة الإنتاج إلى سنة، وهذه القاعدة التي تمسكت بها العائلة ل500 سنة. ولكن في تلك الحقبة معظم الناس فضلوا شراء البلاط الاصطناعي المجفف من أجل الحصول على البلاط خلال شهر. وعلى كل حال، مهما كان صوت رنين البلاط الذهبي فهو ليس أداة للموسيقى ولا يستحق الانتظار طويلا. وما كان يشغل باله أكثر هو التطور السريع للسكن في المدن الصينية، حيث إن الصينيين يحلمون بالانتقال إلى مسكن أكبر، وبناء على هذا فإن الناس لا يحتاجون إلى بلاط ذي جودة عالية ليستخدموه لمدة 300 سنة. في ليلة قبل رأس السنة الجديدة عام 1989، جين ميتشوان ورث مصنع أبيه. 89年刚吃过年夜饭，就村里面我们曹书记的意见，曹书记就我把我调到那个中华厂当厂长。 في ربيع عام 1984، إن الصينيين المغتربين يشعرون بالخسارة بعد معرفتهم باختفاء حرفة إنتاج البلاط الذهبي بعد زيارتهم المدينة المحرمة في بكين ومشاهدتهم للأرضية داخل القاعات والتي أصبحت في حال سيئة. إن حرفة إنتاج البلاط الذهبي ثمرة الحكمة والجهود المضنية التي بذلها سكان قرية يوياو خلال قرون، ولذلك إذا اقتنص هذه الفرصة فسيحل أزمة بيع البلاط الذهبي، وهذا ما سيعيد افتتاح المصنع وسينقذ هذه الحرفة من الانقراض. وفي الوقت نفسه كان متحف المدينة المحرمة يخطط لترميم شامل على أوسع نطاق منذ عام 1911. وبلاط قاعة كون مينغ المهترئ كله شكل مشكلة شائكة لدى المتحف، وذلك لأنهم لم يعرفوا من أين يستطيعون العثور على بلاط يشبه البلاط القديم الذي تجاوز عمره القرنين. في عام 1990، خبراء المدينة المحرمة في بكين أتوا إلى سوزو من بعيد وزاروا جين ميتشوان. 来考察的时候，就是刚好我们苏州发大水呀，我记得最清楚了。发大水，故宫博物院的理论的主任，这在我们厂的厂里面全是水呀，引到这里。他们就这样说，我宁可要粗糙的手工砖，我不愿意要光滑的，看上去很好看的。 机制砖携带不允许进故宫，他们这么一句话，所以这句话对我非常根深蒂固的，很有启发的。قبل 500 سنة شارك سلف عائلة جين في الترميم الأول داخل المدينة المحرمة، ومنذ ذلك الحين بدأ قدر عشيرة جين ميتشوان مع المدينة المحرمة. وبعد 500 سنة كأن قصة سلفه تبسط أمام جين ميتوان، وقرر أن يجمع الحرفيين من جديد ويشعل نار الفرن بالطريقة الأقدم. وفقا للمهارة التي انتقلت شفويا من جيل لآخر، وقود الفرن ليس فحما بل نخالة الأرز، وبدلا من النار القوية البلاط يشوى في الفرن بنار معتدلة لمدة شهرين دون انقطاع. قبل إخراج البلاط الذهبي من الفرن هناك إجراء خاص، تبريد البلاط بالماء بعد أن ينتهي من الشيء لتقليل درجة حرارته داخل الفرن. وبعد انطفاء النار يحمل الحرفيون الماء إلى سطح الفرن ويصبون الماء عبر بضعة ثقوب. البلاط الذهبي في الفرن يخضع لتفتيش صارم، وإذا كان هناك 6 بلاطات لا صوت لها بعد دقها فكل البلاط المنتج في الدفعة هو من النفايات، لابد من إعادة إنتاج البلاط مجددا. في صيف عام 1990 جين ميتوان اختار بعناية 150 بلاطة نقلها للمدينة المحرمة. الشمس تشرق من جديد وجين ميتوان يتجه إلى الفرن القديم. البلاط المشوي داخل الفرن يدخل مرحلة التبريد، وعادة التبريد يحتاج ل10 أيام. اليوم هو اليوم الثالث، لكن العمال قالوا لجين ميتوان مساء أمس إنهم بالغوا في التبريد. لم يمضي وقت طويل حتى أتت تينجين ابنة جين ميتوان الكبرى، وهي وريثة من الجيل السادس لحرفة إنتاج البلاط الذهبي. عام 2006 أدرج البلاط الذهبي على قائمة التراث الثقافي غير المادي، ونتيجة لهذا إن جين ميتوان أصبح وارث التراث الثقافي غير المادي على مستوى الوطن. ولكن بالنسبة إلى جين ميتوان إن نقل حرفة الأسلاف إلى ابنته هي الخيار الأخير له. كانت جينجين في 35 من عمرها، وقد عملت كمعلمة في المدرسة الابتدائية أكثر من 10 سنوات وحققت قدرا من النجاح، لكنها تخلت عن عملها. عندما تم بناء المصنع الجديد تينجين حلت محل أبيها وأصبحت مديرة المصنع في اليوم ذاته. لم يمر وقت طويل وخلال مراجعة المعلومات التاريخية اكتشفت جينجين أن البلاط الذهبي ليس مادة للبناء فقط، بل كان المثقفون يتدربون على الخط عليه أيضا. ابتكر المصنع وأنتج بلاطا خاصا للتدرب على الخط ليقتصد في موارد الطين اللاصقة الصافية. جين ميتوان تفهم إبداع ابنته تماما باعتبارها وارثا من الجيل الخامس للبلاط الذهبي. البلاط المصنوع بيديه رصف في المدينة المحرمة كالبلاط المنتج من قبل أسلافه، وقصته هذه أكبر مصدر للفخر طوال حياته. تنجين ابتكرت المنتجات المشتقة من أجل أن تطور البلاط الذهبي وتورثه إلى الجيل الجديد، وانطلاقا من الظروف الآنية، وهي خطوة لازمة. مهما استخدم البلاط الذهبي كبلاط أو كأداة للتدريب على الخط، فقيمة البلاط الذهبي ومغزاه كامنان في طريقة إنتاجه. جين ميتوان وابنته وصلا إلى اتفاق في هذه النقطة. المنتج الجديد صنع بطريقة تقليدية. في وقت مبكر من إبريل عام 2013 شحن البلاط الذهبي على السيارات واتجه إلى بكين لترميم مقابر أسرة مينغ 13. بعد مغادرة السيارات نقلت قوالب البلاط الجديدة إلى الفرن، وعبق المصنع بشذا نخالة الأرز. انبعث الدخان الأبيض من سقف الفرن تدريجيا وتبدد في السماء. زحف المدينة يمحي المشهد القروي الهادئ، بينما الفرن القديم لا يزال يعمل بهدوء.虽然我做的慢一点，菜量不高，不多，成本又高，但是我很自豪。是的，因为我还是坚持了我们的手工工艺，没有失去我们育儿精神的那个意义。